تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة السابعة من قمة المعرفة اللي بتنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار المعرفة حماية البشرية وتحدي الجوائح بمقر إكسبو 2020 دبي. بالفعل هذه القمة اللي شاركت فيها يا أميرة، يعني مشاركات لمدة 4 سنوات لأربع نسخ. هذه القمة اللي تسلط الضوء على التحديات العالمية كالتغير المناخي، الأمن الغذائي، مكافحة الفقر، وإعادة النظر إلى المشهد القانوني العام. ويأتي انطلاقها في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة وتسليط الضوء على فرص وتحديات بناء مجتمعات المعرفة، خصوصا في ظل التحولات الجوهرية اللي طرأت مع تفشي جائحة كوفيد-19. بالفعل بتعرفين لو أقدر أوصف هذه القمة، هذه القمة جمعت عقول من شتى أنحاء العالم بخبرات واختصاصات مختلفة هنا على أرض دولة الإمارات علشان نرسم سويا المستقبل، هذا المستقبل الأفضل بإذن الله للبشرية من قلب إكسبو 2020 دبي. دعونا نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. قمة المعرفة 22 خرجت في أثناء الجائحة، جائحة كوفيد-19، والعالم كله يتحدث عن هذا الموضوع. هناك موضوع أهم من هذا كله، المعرفة، لأن المعرفة هي حقيقتها هي التي تقوي الاقتصاد، هي التي تقوي التعليم، هي التي تقوي أو تحمي البشرية وتتحدى الجوائح. بدونها فإن الاقتصاد ينزل، الجوائح ستكون عامة لا يوجد لها علاج ولا أمصال ولا طرق لمكافحتها. فنحن نتحدث عن الأمن الصحي والأمن الغذائي، وأيضا يعني كيف المعرفة ستؤمن الغذاء، ستؤمن الصحة. نتكلم عن الصحة النفسية، نتكلم عن القانون في ظل الأزمات والأوبئة، نتكلم عن الإعلام ودوره الكبير في مجال تبيين الحقائق. كل ما نرى حولنا اليوم هو يدور حول المعرفة، لكن الدولة التي لا تهتم بالمعرفة فإنها ستتراجع، وهذا ما يظهره التقرير استشراف المستقبل الذي أطلقناه اليوم مع الأمم المتحدة وبرايس ووتر هاوس. وبعض الدول المعرفية اليوم لن تكون دولا معرفية في المستقبل. قمة المعرفة هي قمة من قمم سابقة مستمرة في مجال إعطاء الرأي الصحيح والمعلومة الصحيحة لصانع القرار. الحمد لله دولة الإمارات دائما سباقة ومهتمة بقمة المعرفة، هناك دول كثيرة أيضا مهتمة، لهذا نجد دولة الإمارات في مؤشر المعرفة العالمي من 25 إلى 11، وهذا دليل على حرص الدولة على تطوير إمكانياتها في مجال المعرفة. تكلمت حتى في كلمتي أننا حذرنا في 2017 و2018 أن البشرية قد تتعرض لأزمة أو أزمات ولا تكون مستعدة بسبب ضعف الصرف على البحث والتطوير. I'm here today with the Knowledge Summit 2022, thanks to the government of UAE that they're able to host it, although the pandemic is not fully over in the Expo 2020 and in this venue. We as UNDRR, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, we work with countries and international organizations and to see the disaster is, there is minimalistic loss from disasters. Now it's very much in line with the topic which is being discussed here, which is about protecting humanity and the planet in the wake of the COVID-19, but I must say in the wake of all disasters. And this is essentially the United Nations office which
works with the government to see that they're well prepared. Resilience is actually a very, I must say, a buzzword these days, and everybody defines it differently. The way we or the UNDRR defines, along with the member states, is that is the ability of a society, a community, or even an individual to cope with any hazardous event and to ensure that they were able to bounce back, transform, and also, you know, absorb any such eventualities and be sort of, you know, in a very timely and efficient manner, can bounce back into their original state, or even in a better state, I would say. It's a wake-up call that act now, make policies and plan, not just sitting on your you know, selves, but have them acted upon so that we save lives, we save economies, and we save everyone. تقرير استشراف مستقبل المعرفة ده الإصدار الثالث ليه، هو تقرير بنقيس قدرة الدول، القدرة التحولية للدول لمواجهة الأخطار، بمعنى قدرتهم على التعاون، قدرتهم على الابتكار. بنغطي 40 دولة على مستوى العالم. التقرير بتوع 2018-2019 أهم نتائج عندهم أن الاقتصادات الدول لا تستطيع الصمود أمام أي أزمة، وده ما حدث فعلا في أزمة كورونا. فالتقرير المرة دي بيقيس قدرة الدول على التعامل مع تلك الأخطار، واخترنا 3 أنواع من الأخطار: الأخطار البيئية، الأخطار الصحية، والأخطار التكنولوجية. مش بنتكلم بس على جائحة كورونا، احنا عايزين نتعلم من الأزمات، نقدر ازاي نعيد ترتيب أولوياتنا. وده النتاج بتاعة التقرير والتوصيات أظهرته في الإصدار الحالي. في بعض الدول كانت جاهزة للأزمة، زي الإمارات، زي لوكسمبورغ، زي سنغافورة، مثال قوي على التعامل مع الأزمة. وده راجع لأنها عندها بنية معرفية قوية في القطاعات، 7 قطاعات الخاصة بالمؤشر، والدول دي كمان اتقدمت في مؤشر المعرفة العالمي، وفي نفس الوقت عندها قدرة على استشراف المستقبل، وضع استراتيجيات ازاي تتعامل مع الأزمات وقت حدوثها، وبالتالي تعاملها مع الأزمة لم يستغرق وقت طويل. في أثار جانبية لكل الدول، بس الدول دي قدرت انها تقلل من الأثار الجانبية بسبب أزمة كورونا. جميل يا أميرة، كيف هذه القمة جمعت علماء من كل أنحاء العالم، وضعت استراتيجيات ورؤية لمستقبل أفضل مثل ما سبق وذكرت ومثل ما حضرنا بالتقرير من دقائق قليلة.